مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، تسعى العديد من الدول في إنتاج اللقاحات للوصول لحل سريع يحد من انتشار الجائحة. ففي مصر أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للأعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أن مصنع لقاحات كورونا التابع لشركة فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر سيبدأ في الإنتاج خلال أسبوعين، وأن المصنع سيعمل بقدرة إنتاجية تصل ل3 ملايين جرعة في اليوم، موضحا أن مجمع المصانع سينتج أنواع أخرى من اللقاحات ومنها جميع الأمصال المضادة لفيروس شلل الأطفال. فمصنع إنتاج لقاحات كوفيد التابع لفاكسيرا في 6 أكتوبر مزود ب8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا، حيث تقوم بعدة مهام أساسية في مقدمتها قياس ثبات المنتج النهائي تحت ظروف مختلفة في الضغط ودرجة الحرارة، إلى جانب اختبارات التعقيم ومأمونية المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات جودة المياه المستخدمة في التصنيع وجودة الهواء. فمصر ستستقبل خلال أيام 1.9 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا، وأن مصنع فاكسيرا استقبل مواد خام تكفي لتصنيع نحو 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا. من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة والسكان عن تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية لأكثر من 65% والوفيات لأكثر من 30%، وهو ما يؤكد انكسار الموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 بفضل الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيمات. وقالت الوزارة أنه لم يتم رصد أي تحورات في فيروس كورونا حتى الآن في مصر، وأن جميع الإصابات وضعها طبيعية ولم يتم الكشف عن سلالات جديدة من الفيروس، مؤكدة أن الإصابات لا زالت بأعراضها التقليدية والبروتوكولات العلاجية تتضمن أحدث الأدوية وأهمها وتحقق نتائج شفاء كبيرة. وأوضح تقرير لوزارة الصحة بلغ عدد الذين تم تطعيمهم 4 ملايين مواطن بلقاح كورونا المستجد، وتسجيل نحو 8.4 ملايين مواطن على موقع لقاح كورونا. فالدولة تسعى إلى تطعيم أكبر قدر من المواطنين بنهاية العام حتى تصل إلى تطعيم 40% من المواطنين، وأن الوزارة تسعى إلى تطعيم 20% قبل شهر أغسطس تحسبا لأي موجة جديدة من الجائحة، حيث أنه في حال حدوث الموجة الرابعة ولدينا 20% مطعمين سيكون عدد الوفيات أقل. إسراء سعد، آخر النهار.